ما هي النصيحة التي تقدمها لمرضى السكري؟ أولاً مثل ما ذكرت أن فيه دائماً جي في الفيديوهات في الواتساب من هب ودب، هذا النبات العلاج كذا، ويقسم بالله يقول واقسم لك بالله. طيب لا تقسم، أقول أن هذا على أقل خل ربنا يجلس مكان، لا تقسم. وناس مسكين المريض يتعلق بقشة، خاصة مريض السكر، يتجه لهذا، ممكن يأخذ هذا العلاج وممكن يموته، لأنه ما هو من ثقة، ما هو مدروس. يعني الحاجات دائما المستحضرات اللي مستحضر على هيئة شراب أو حقن أو حبوب أو كبسولات أو قطرات، هذه مقننة ومدروسة، بأخذها وأنا مطمئن. أبغى أقول للناس إنه لا يوجد إلى الآن علاج شافي للسكر بأي حال من الأحوال، مرة لا تصدق إن في علاج إلا إذا جاك، بس علاج يقضي عليه، لكن في علاجات تخفض السكر والناس يتعايشوا مع هذه العلاجات موجودة، زي الحاجات اللي موجودة عند في الصيدليات وزي الأدوية العشبية اللي تكلمنا عنها، هذه تخفض السكر، لكن لا يوجد علاج شافي للسكر بأي حال من الأحوال. هناك علاج شافي زراعة الجزر لانجرهانس، هذه اللي في البنكرياس، إذا زرعت هم، أنا سمعت الآن فيه تجارب عليها وأنهم بدأوا يزرعونها ويزرعونها في جسم الإنسان وتفرز أنسولين، وبالتالي هذا يشفى من السكر 100%. إلى الآن ما وصلت، لكن ممكن يسألون أخصائي الغدة الصماء لأنه هم اللي يعرفون، لأن هو أصل الأنسولين من غدة، من الغدة حقت غدة البنكرياس، فعندهم خبر وهم متابعين إذا كان فيه وصلوا ولا شيء. لكن أنا أذكر أنه في بريطانيا من زمان كان في مستشفى اسمها ليهامتون، كان يزرع، بدأ يزرع خلايا هذا بيتا الواقع في جدر لانجرهانس، ولكن ما أدري إلى أي مرحلة وصلوا.